الدكتور محمد حسين هيكل واحد من أعلام الفكر والأدب الحديث في مصر والعالم العربي، له أكثر من دور طلعي في حياتنا الثقافية والسياسية، لأنه قام بكثير من الأدوار وأصل الكثير من القيم والمبادئ في الحياة السياسية والصحفية. أيضا فهو شخصية موسوعية لعبت دورها في حياتنا المعاصرة. دكتور محمد حسين هيكل تصادف ذكرى هذا الشهر، فقد ولد في 20 أغسطس عام 1888، وهو ابن عمدة كفر غنام مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية. درس الحقوق في مصر وباريس، وهو أول مصري يحصل على درجة دكتوراه الدولة من السوربون عام 1912. قدم دكتور هيكل أول رواية عربية هي رواية زينب، ثم عمل بالصحافة من خلال جريدة السياسة لسان حزب الأحرار الدستوريين. وعلى الرغم من انشغاله بالسياسة والصحافة، إلا أنه لم ينسى يوما أنه أديب وأنه مفكر وأنه صاحب قضية هي قضية الحرية، بل إن بعض كتاباته الأدبية كانت تأخذ عنوانا عن هذه الدعوة مثل ثورة الأدب. دكتور طه وادي أستاذ الأدب الحديث بكلية أداب القاهرة، أهلا بك يا دكتور. يعد هيك الواحد من أعلام الفكر والأدب الحديث في مصر، فما هي أهم المراحل اللي بتميز سيرته ونشاطه الفكري والسياسي والصحفي أيضا؟ في الحقيقة الدكتور محمد حسين هيكل، إذا حاولنا أن نتتبع مراحل سيرته وحياته على أساس أن حياة الأديب تشكل سمة مميزة تؤثر بعد هذا في نشاطه الفكري وفي نشاطه الأدبي. الدكتور هيكل ولد في قرية من قرى مصر، ولد في قرية كفر غنام مركز السنبلاوين. هنا نقطة هامة جدا، وهي أن هيكل كان ابن لعمدة هذه القرية، فبالتالي هيكل من حيث الجذور الاجتماعية يمثل الطبقة الجديدة التي ظهرت في مصر في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20. هذه الطبقة هي التي تعرف فيما بعد بالطبقة الوسطى. هذه الطبقة الوسطى هي التي قادت كل نواحي التجديد في الفكر وفي الحياة السياسية والنيابية والفكرية في مصر، فهذه نقطة أهم. النقطة الثانية هي حياة هيكل في القرية ونشأته الريفية. وهيكل في أدبه القصصي وفي كثير من اتجاهاته لا ينسى القرية ومعالم القرية في كثير مما كتب. سمة أخرى مميزة لسيرة هيكل، وهي تلمذته المباشرة لثلاثة من المفكرين أو أعلام الفكر في تاريخنا الأدبي الحديث. هؤلاء الثلاثة هم أحمد لطفي السيد الذي لقب بمعلم الجيل. الشخصية الثانية هي شخصية الإمام محمد عبده، وشخصية الإمام محمد عبده ليس رجل دين فحسب، وإنما هو زعيم سياسي وصاحب دعوة من الدعوات التي كانت تدعو إلى الحرية في مصر منذ ثورة عرابي. الشخصية الثالثة الهامة في نشأة هيكل هي شخصية قاسم أمين. هيكل وقاسم أمين تعاصرا لمرحلة معينة، ولكنهما لم يجتمع قط، لأن قاسم أمين كان شيخا كبيرا وهيكل كان لما يزل شابا بعد، وكتب في مذكراته السياسية كيف أنه عاش في الكتاب وحاول أن يقرأ ويتعلم ويحفظ بعض القراءات الدينية وبعض آيات القرآن الكريم. هؤلاء الأعلام الثلاثة لو تأملناهم نجد أن أحمد لطفي السيد يعني له نشاط سياسي بارز، محمد عبده له نشاط ديني ونشاط سياسي أيضا، قاسم أمين له دعوة شهيرة وجهيرة بالنسبة لحرية المرأة وعمل المرأة وما يتصل بقضية المرأة. فهؤلاء الأساتذة الأعلام الذين تتلمذ عليهم هيكل بشكل مباشر تركوا بصمات واضحة في فكره، بحيث يمكن أن نقول أن كل الاتجاهات والأنشطة الفكرية والأدبية التي توزع فيها تراث هيكل فيما بعد كانت نتيجة لتأثره بهؤلاء الأعلام. طبعا هيكل مثل غيره من الأدباء والمفكرين المصريين حينما ذهبوا إلى أوروبا حدث فيهم ما يسمى بالصدمة الحضارية. الصدمة الحضارية التي حدثت من قبل مع رفاعة الطهطاوي ومع أحمد شوقي ومع كثيرين مع الكثير أهم
فهيكل حينما ذهب إلى فرنسا يعني تشبع بالفكر الأوروبي لدرجة كبيرة، لدرجة يمكن أن نقول إن السمة والطابع المميز لفكر هيكل بعد عودته من أوروبا هي التأثر الشديد بالفلسفة الليبرالية وبالأدب الرومانسي. دي نقلة مهمة جدا واستمرت مع هيكل فترة طويلة، ثم بعد أن أخذ هيكل مرحلة طويلة من حياته ومن نشاطه الأدبي في الكتابة عن الفكر الأوروبي والفلسفات الأوروبية، عاد مرة أخرى إلى التراث العربي والتراث الإسلامي وإلى كتاب حياة محمد الذي سيكون فاتحة سلسلة من الكتب الدينية التي كتبها هيكل. في أيضا في سيرة هيكل في زاوية مهمة جدا ستحكم نشاطه أيضا فيما بعد، هذه النقطة هي انضمامه إلى حزب الأحرار الدستوريين. حزب الأحرار الدستوريين يعني هو نشأ هو وحزب الوفد وغيرهم من الأحزاب بعد ثورة 19 وما صاحب ثورة 19 من ثورات سياسية وثورات في الأدب وفي الفكر. فهيكل منذ أن قام حزب الأحرار الدستوريين ارتبط به ارتباطا شديدا، وكان هو رئيس تحرير جريدة السياسة. لكن هيكل لم يكتفي بأن يكون محررا سياسيا فحسب أو مجرد صحفي فحسب، إنما ميوله الأدبية جعلته يصدر للسياسة ملحق أسبوعي يسمى السياسة الأسبوعية. فإذا كانت السياسة بصفة عامة يعني جريدة سياسية، لكن الملحق الخاص بها الذي كان يصدر كل يوم سبت مثل الأخبار وأخبار اليوم الآن يعني، هذا الملحق كان ملحق يعد يعني روضة للفكر وللأدب. سافر دكتور هيكل في بعثة إلى فرنسا سنة 1909 لنيل درجة الدكتوراه في القانون السياسي. بقي هناك 3 سنوات كان لها أثر كبير على فكره وتراثه الأدبي. فما هي الآثار التي ترتبت على رحلته الدراسية إلى أوروبا؟ دكتور الطاهر أحمد مكي وكيل كلية دار العلوم، أهلا بك فندم. مرحبا بك، أهلا وسهلا. حضرتك تكلمنا عن هذه الآثار. في الواقع عندما ترسل دولة في طريق التقدم وتحاول أن تجد لها مكانا بين الأمم المتطورة والمتحضرة، فإن هذا المبعوث لا يكاد يصل إلى هذا البلد المتقدم حتى يصاب بانبهار شديد. هذا الانبهار من الممكن ألا يتحول إلى لا شيء وأن يكتفي به، وفي هذه الحالة فإن هذا المبعوث لا يستفيد شيئا على الإطلاق. من الممكن أيضا أن يكون تأثير هذا الانبهار سلبيا، بمعنى أن هذا المبعوث لا يتفاعل مع الحضارة المتقدمة ولا يتجاوب معها، وفي هذه الحالة ينطوي على نفسه ويبتعد عنها ويعود كما ذهب إليها، لم يستفد شيئا إن لم يكن قد ازداد حقدا على هؤلاء القوم المتقدمين، ومثل هذا الحقد لا يعد من إيجابيات أي بعثة على الإطلاق. وإن حصل برضو على درجة الدكتوراه، حتى وإن حصل على درجة الدكتوراه، لأن الدكتوراه لا تعني أبدا أن الإنسان تفاعل مع المجتمع. الدكتوراه تعني أنه حقق خطوات معينة في سبيل العلم، لكن تمثل الحضارة والبحث عن أسبابها شيء مختلف، هو يتمثله الطالب خلال الحياة الاجتماعية، وهو في نظري أهم من أي شهادة اجتماعية. الجانب الإيجابي من أي بعثة أن المبعوث عندما ينبهر بهذه الحضارة يحاول أن يجد لها تفسيرا، وهذا هو المطلوب، لأنه إذا حاول أن يجد لها هذا التفسير فإنه عند عودته إلى وطنه سوف يحاول أن يأخذ بالأسباب التي أدت إلى تقدم هؤلاء الذين عاش بينهم وتعلم في جامعاتهم، وهذا هو ما حدث
للدكتور محمد حسين هيكل عندما ذهب إلى جامعة باريس. الواقع أنه لم يكتفي بدراسة القانون وحده، وإنما حاول أن يتتبع مظاهر النهضة المختلفة في فرنسا والأسباب التي دفعت بها إلى التقدم، وأن يدرس كبار الشخصيات وكبار العلماء والحياة الأدبية والحياة الثقافية والحياة الفنية ومستوى العلاقات الاجتماعية بين الناس، وترك ذلك كله أثرا في شخصيته وفي تصرفاته عندما يعود إلى وطنه بعد سنوات ثلاث من الغربة. بمعنى أنه اندمج في المجتمع الفرنسي، اندمج ورغم أنه لم يتزوج من المجتمع الفرنسي. اندمج في المجتمع الفرنسي رغم أنه لم يتزوج من المجتمع الفرنسي، لأن الزواج من أجنبية ليس شرطا في الاندماج في ذلك المجتمع. الاندماج يأتي من أنه واجه الحضارة الحديثة بقلب مفتوح وعقل مفتوح. هذا يعني أنه وجد في الحضارة المتقدمة أشياء كثيرة يمكن أن يفيد منها وطنه، ولكنه في الوقت نفسه أيضا وجد أشياء كثيرة قد لا تصلح لوطنه، أو لم يئن الأوان لأن يأخذ وطنه بجانب منها أو بنصيب فيها. فهو مثلا أدرك في هذه السنوات من شبابه أن الحضارة كل لا يتجزأ، ليست هناك حضارة متقدمة في جانب ومتخلفة في جوانب أخرى. إذا قلنا إن هذا البلد متحضر فهو متحضر في جوانبه الاجتماعية والسياسية والأدبية والثقافية والعلمية واللغوية، وهذا هو ما أدركه محمد حسين هيكل خلال إقامته في باريس. دكتور محمد حسين هيكل كان صاحب جهد كبير في إظهار الوجه العربي والإسلامي لمصر وضرورة ربطها بالتراث العربي والفكر الإسلامي. دكتور حامد طاهر، مدرس الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم، أهلا بك. كتب هيكل الكثير من الدراسات الإسلامية وله دور بارز في التأريخ للفكر الإسلامي. أهم دراسات اللي قدمها دكتور هيكل إيه؟ الواقع أن الدكتور محمد حسين هيكل قدم في النصف الأول من هذا القرن مجموعة من الدراسات الإسلامية التي أثرت الحياة الثقافية إثراء كبيرا وواضحا. من أهم الدراسات التي قدمها الدكتور محمد حسين هيكل كتابه الرائع حياة محمد. أيضا كتب عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وله بالإضافة إلى ذلك كتاب في منزل الوحي، وهو عبارة عن ذكرياته الدينية الروحية عندما زار الأراضي المقدسة في مكة والمدينة. وبالإضافة إلى ذلك كتب العديد من المقالات التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة الإسلامية القديمة في ضوء الحياة المعاصرة التي كان يحيا فيه، وله في ذلك آراء جديدة وما زالت حتى اليوم تحتفظ بهذه الجدة رغم مرور السنوات الكثيرة على نشرها. دكتور، أهم السمات اللي كانت تميز أسلوب الدكتور هيكل في الكتابة عن الشخصيات الإسلامية؟ الواقع أن الدكتور هيكل اختار طريقة عرض التاريخ الإسلامي من خلال الشخصيات الإسلامية. يعني احنا عندنا في عرض التاريخ الإسلامي طريقتين واضحتين، إما أن نعرض الأحداث التاريخية وتأتي الشخصيات في إطار هذا العرض التاريخي والأحداث والحروب إلى آخره وقيام الدول وسقوطها، أو أن يختار المؤرخ بعض الشخصيات والنماذج التي يقدمها للناس لكي يقدم لهم أسلوب عمل أو وثيقة يستضيء بها في حياتهم العملية. اختار الدكتور هيكل هذا الطريق الثاني لأنه أقرب إلى حياة الناس الواقعية، فكتب كتابه الرائع كما قلت حياة محمد، وهذا الكتاب له تاريخ وله دور كبير جدا في الحياة الثقافية
في النصف الأول من هذا القرن. الكتاب ظهر في الثلاثينات من هذا القرن، وكان أول كتاب يصدر عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلوب علمي حديث. الدكتور هيكل عندما سافر إلى أوروبا فوجئ بحشد كبير من كتابات المستشرقين الأجانب، سواء الألمان أو الفرنسيين أو الإنجليز، يكتبون عن رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام بصورة يقولون عنها إنها صورة علمية. هذه الصورة العلمية تجرد شخصية الرسول الكريم من كثير من المظاهر الروحية، وتدخله في عداد الشخصيات التاريخية التي لها أخطاء واضحة بشرية، في حين أن التاريخ الإسلامي الصحيح يبين أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مليئة وكاملة. لكن الفارق الواضح طبعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر حياته الشخصية نموذجا عاليا لأسمى إنسان عرفته البشرية، وكما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها عنه في كلمة موجزة تعتبر يعني من الكلمات النادرة في التاريخ، تقول كان خلقه القرآن، يعني القرآن الكريم عندما يتحول إلى نموذج عملي ويتحقق في شخص إنسان فهذا الإنسان هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان بدأ الكتاب هو رد على كان الكتاب المستشرقين، من أحد الجوانب ردا على المستشرقين. الكتاب فعلا مهتم حياة محمد، حياة محمد في جانب كبير منه يحاول أن يرد على مزاعم المستشرقين الذين حاولوا أن يشككوا في بعض الأحداث التي ظهرت في حياة الرسول، منها مثلا حادثة الإفك مع السيدة اللي كانت حصلت مع السيدة عائشة، منها مثلا محاولة إظهار الرسول عليه الصلاة والسلام بمظهر المحارب الذي كان يقوم بغزوات من أجل نشر الإسلام، والواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على العكس من ذلك، يدعو الناس بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وكان يدعو دعاته إلى أن يعاملوا الناس بالحسنى، بل إنه كان يعني أحيانا بعض الناس كان إذا ذهب ليقتل مشركا وهذا المشرك جاء في اللحظة الأخيرة وأدرك أنه سيقتل إن لم يقل لا إله إلا الله، وكان المسلم يحس بأن هذا المشرك منافق، ويعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أن المشرك قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في اللحظة الأخيرة، كان يغضب غضبا شديدا ويعنف المسلمين الذين قتلوه على ذلك. المهم أن محمد حسين هيكل قدم بكتابه هذا أكبر دليل وأوضح وثيقة تبين لأول مرة في التاريخ الحديث حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة علمية حديثة، اعتمد فيها على المراجع القديمة، على القرآن الكريم. القرآن الكريم يحوي كثيرا من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل منجما أو يعني متفرقا على مدى 21 سنة من حياة الرسول، في كثير من الأحداث التي وردت في القرآن تبين لنا حياة الرسول، فكان هذا هو المصدر الأول لمحمد حسين هيكل عندما حاول استخلاص حياة الرسول. المصدر الآخر كتب السنة النبوية الصحيحة، بدأ محمد حسين هيكل يفحصها ويمحصها ويبعد الأخبار المشكوك فيها إلى آخره، لأن طبعا من المعروف في التاريخ الإسلامي أن سيرة ابن هشام كتبت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي 200 عام، يعني ما كتبوش حياة الرسول في عهده، فكونها كتبت بعده ب200 عام معناها مر وقت طويل. الناس طبعا بدأت تنسى وبدأ يخش بعض الإسرائيليات أو الأخبار اللي هي يعني مزيفة أحيانا وتتدخل في شخصية الرسول. بدأ حسين هيكل يقوم بهذا العمل ممحصا وناقدا وفاحصا حتى استطاع أن يخرج لنا في النهاية حياة محمد الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة علمية واضحة. ويتميز الكتاب أيضا بأسلوبه الجميل الشيء، وبودي أن يقرر هذا الكتاب في الفترة الحاضرة على طلاب مثلا المدارس حتى يستطيعوا أن يحسوا بأسلوب جميل في نفس الوقت، وفي نفس الوقت بحقائق تاريخية وأسلوب صحيحة. وأسلوب سهل مش معقد خالص، أسلوب سهل، لأن حسين هيكل كما تعلمين طبعا أديب من أدبائنا الكبار الذين يقفون جنبا إلى جنب مع العقاد وطه حسين والرفعي، يعني هو أديب بالدرجة الأولى ثم مؤرخ في الدرجة الثانية ثم عالم قانون وعالم اقتصاد في الدرجة الثالثة. كل هذه العوامل أثرت فيه وأخرجت منه شخصية يعني من شخصيات القرن العشرين في حياتنا الثقافية. إذن هو كان يتناول الشخصيات الإسلامية عن طريق التأريخ وليس عن طريق عرض هذه الشخصيات، يعني كان يريد أن يؤرخ للمسلمين عن طريق عرض الشخصيات لكي يؤثر تأثيرا مباشرا في الجماهير طبعا التي كانت في هذا الوقت. وهنا يعني أود أن أقول ملاحظة جانبية تتصل بالصحافة والصحافة الأدبية،
إن العاملين بالصحافة في الجيل الماضي كانوا أكثر ذكاء من العاملين بالصحافة في الجيل الذي نعيشه اليوم. لماذا؟ لأن كل صحيفة أداة سياسية كان يهمها جدا الوجه الثقافي، وكانت تتنافس في اجتذاب الوجوه الثقافية مثل العقاد والمزني وطه حسين والزيات والمنفلوطي. كل هؤلاء الناس كانوا يعملون بالصحافة، فالصحافة لم تكن يعني صحافة خبر، إنما هي أيضا كانت صحافة أدب، كانت صحافة فكر. في نقلة أخرى في حياة هيكل، وهو أن ارتباط هيكل بحزب الأحرار الدستوريين جعله بعد هذا يتولى منصب وزاري ويصبح وزير للمعارف سنة 1939. وهيكل تولى وزارة المعارف أكثر من مرة، وأخيرا تولى رئاسة مجلس الشيوخ. ولم يؤثر هذا على إنتاجه الأدبي؟ لا طبعا أثر، لا أثر طبعا، يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يعني. لا لا. وهو نفسه بيعترف في كتاب ثورة الأدب بجناية السياسة على الأدب عند كثير من المفكرين ومنهم هو. هو في بس قضية مهمة أيضا بالنسبة لاشتغال هيكل بالسياسة، هذه القضية هي أن هيكل حينما تدرج من الصحافة إلى السياسة كان أيضا في السياسة صاحب قضية. حينما دخل وزارة المعارف يعني له الفضل في إنشاء جامعة اسكندرية، يعني هو الذي أنشأ جامعة الإسكندرية. أيضا حاول أن ينشر كثير من كتب التراث أثناء وجوده في وزارة المعارف، يعني مثلا نشر كتب قاسم أمين وكان بيقررها على المدارس، كتب مقدمة لديوان البارودي ونشروا نشرة جديدة، طبعا له من قبل نشرة لديوان شوقي. فهي كان حينما دخل الوزارة دخلها كأديب، وحاول أن يؤثر فيها من وجهة نظر إنسان مثقف يحاول أن يحدث أثرا قويا في الحياة الثقافية. يعني وضع بصمات الأديب، وضع بصمات الأديب على الوزير. برضو إحقاقا للحق، حينما تولى رئاسة مجلس الشيوخ، وكان ده سنة 48 و49 وبعد حرب فلسطين، هيكل له موقف لابد أن يشار إليه في هذه المدة، وهو أن هيكل أثناء رئاسة مجلس الشيوخ سمح بأن تناقش قضية الأسلحة الفاسدة التي كانت سببا في هزيمة العرب في حرب فلسطين. وكان هذا الموقف الذي سمح به هيكل هو سببا في طرده من مجلس الشيوخ. طبعا يعني هنا الإنسان حينما يتولى منصب يجب أن لا يرضى بغير الحق، ويجب أن لا تأخذه في الحق لومة لائم، ويجب أن يضحي بكل شيء من أجل الحق ومن أجل الحقيقة. فبالتالي يعني سيرة هيكل ليست سيرة إنسان عادي، فهو من حيث الثقافة إنسان موسوعي، من حيث النشاط الفكري أيضا يعني إنسان بدأ واسع. ينتعش أدبيا بقى بعد عملية هو بعد أن طرد من العمل السياسي. هو طبعا ظل رئيسا للأحرار الدستوريين، لكن طبعا كانت أعباءه أخف من أعباء مجلس الشيوخ، فعاد وكتب مذكراته السياسية، وكتب آخر رواية في حياته وهي رواية هكذا خلقت. آخر رواية. زينب أول رواية، إنما آخر رواية كتبها قبيل وفاته. زينب كتبها بعد تركه للعمل. لا، زينب كتبت سنة 1914، كتبها أثناء البعثة. أثناء البعثة. فطبعا يعني كأن هيكل بدأ أديبا وانتهى أديبا. وبعد هذه الجولة الفكرية مع تراث الدكتور محمد حسين هيكل، نرى أن مصر قدمت كثيرا من الرجال العظام الذين كافحوا من أجل الحرية الأدبية والسياسية. وما أقدرنا اليوم أن نقرأ تراثهم ونسترجع ذكراهم لكي نربط اليوم والغد بالأمس العظيم.